السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى معكم. طيب إذا هنا إحنا عدنا هذا الريبورت. في الريبورت أجي مثلا أعمل أشياء معينة. طبعا في الجاسبر ريبورت داخل النت بينز مش هيختلف كثير، كل اللي تحتاجه لاحظ هنا أنت عندك الماي ريبورت، حتستفسر وين العناصر الخاصة بالماي ريبورت، حتكون موجودة هون ريبورت انسبكتور. لما اضغط على ريبورت انسبكتور حتطلع لي الاشياء اللي عائده لمين؟ للماي ريبورت. طبعا في اشياء كثيره ما احتاجها، يعني مثلا السمري في الاسفل انا مش محتاجها. طبعا حتى نسرع الدرس بيج فوتر ححذفها، كولوم فوتر ححذفها، في عندي ديتايلز وفي عندي كولوم هيدر. كولوم هيدر انا مش محتاجها، والبيج هيدر ايضا انا مش محتاجها، حبقي فقط التايتل والباك جراوند. طيب في التايتل انا ممكن اضيف شيء، يعني مثلا اضيف static text، اختاره سحب وافلات. لاحظ خصائص ال static text حيكون وين؟ حيكون موجود في الاسفل في هذا المكان، يعني ممكن انا اسحب هذا بهذا الشكل. طيب ال foreground انا ممكن تغييرها، اضغط على اللون، طبعا من هون تضغط على اللون تختار اللون الترقبة مثلا لون ازرق. هذا الباك جراوند اذا حبيت تغير الخلفيه. في عندك مثلا اشياء كثيره ممكن تبحث فيها وتشوف اي شيء بيعجبك. مثلا انا هنا عندي حرف التي، لاحظ كم هي سريعه، اسرع بكثير من تستخدم الاستوديو، يعني في داخل نت بينز اسرع بكثير. اختارت هذا الفونت واجي هنا الفونت بيسمح لك اكثر، لاحظ ارقام اكثر ايضا هو واضع لك 40 مثلا. هنا أنا اجي استطيع انه انا اكبر اصغر، وممكن ايضا اعمل رايت كليك واذهب للسايز. في السايز اجي اقول adapt to parent width، بمعنى انه اعمل حجمها بحجم البيرنت. البيرنت هو هذا الخط الازرق اللي موجود هسه حاليا، احنا عملنا الارض بنفس الحجم التايتل. ايضا الطول ممكن تعمله عن طريق السايز، في السايز adapt الهايت الارتفاع، لاحظ اصبح بهذا الشكل. طبعا ممكن هنا احنا نلاحظ ان الهوريزونت alignment left ممكن اعمله center حيكون في منتصف. هنا vertical alignment ممكن اعملها ايضا في middle حيكون في المنتصف. طيب ممكن اعمل double click واغير فيها، يعني مثلا اجي اكتب بها person information. person information هذا هو معلومات الشخص. ممكن ايضا اضع صور عادي جدا، يعني هنا انت عندك ايضا map ممكن تضع فيها خريطة، ممكن تضع فيها html، ممكن تضع فيها صورة، بيبقى عليك انت تختار اللي بدك اياه. يعني مثلا احنا لو نجي على نكتب هنا person، حنشوف انه مثلا image ناخذ icon، حنلاحظ انه في عندنا ايقونات كثيرة، نختار واحد منهم، خلي يكون pink يعني بدون خلفية. اوكي هذا بدون خلفيه، ممكن انا اخذ هذا اعمل السيف، احفظه وين؟ مثلا احفظه في في الداونلود. طيب اعمل سيف، اجي على الداونلود، هذا تاب، نجي على الهوم داونلود. في الداونلود اجي اخذ هذا كوبي مثلا واجي اضيفها رايت كليك، لاحظ في عندي بيست، ممكن اضيفها هنا البيرسون. اذا انا استطيع انه استخدم الايمج، الايمج طبعا قبل استخدام الايمج خلونا نصغر هذا شوي، لاحظ كم هي سلسه افضل بكثير. يعني احنا كل كثير كنا نعاني من لاحظ هنا بيسالك اين الصوره اللي انت قمت باضافتها، هي موجوده في الجافا ابلكيشن، نختار all files، لاحظ بيظهر لنا person 1 open. طبعا هذا ذهب للاسفل، ممكن نصغر، لاحظ كم هي متناسقه، ممكن نعملها بهذا الشكل. اوكي نصغره. اوكي ناخذ هذا نضعه في هذا المكان، جميل جدا، بس لكن نحتاج انه نعمله بنفس الاحجام البوردر حتى لا يكون عندنا اي مشاكل. بهذا الشكل
personal information. طيب هنا انت عندك ال personal information، ممكن تضيف اشياء اخرى، يعني مثلا مش شرط مثلا info مثلا information، تجي تستطيع انه تاخذ ping. البينج دائما يعطيك اشياء بلا خلفيه، بيكون افضل. هذا ايضا نعمله سيف في مطرح الداونلود. طيب هنا نجي ناخذ كوبي، نرجع مره اخرى نعمل هنا بيست، ناخذ ايمج اخر نضعها في طرف الاخر، نعمل all files، نختار الانفو. هذا حال قبل لا ناخذها، لاحظ دائما نستخدم الاندرسكور يكون لك افضل. ريفاكتور رينيم هذا انفو، خلينا نجعلها فقط انفو، لاحظت تحول الى انفو. الان هذا نعمله بنفس الحجم. خلونا نشوف البروبرتيز. هنا عندنا هذا fill solid، image properties، expression، وفي مكان موجود لازم هنا. طيب لناخذ الوقت كثير، delete this one. عدنا ما شاء الله رصيدنا كثير، هذا جيبه في هذا المكان. الآن نختار الانفو، نعمل open، هذا هو، فقط يحتاج من عدنا تصغير وتنسيق. طيب إذا راح يكون بهذا الشكل، هذا personal information. هذا نحتاج نكبر شوي بهذا الشكل. طيب الديتايلز، المعلومات، المعلومات حتكون هي من القاعدة البيانات صح؟ ناخذ من الفيلد الاي دي، لاحظ هذا ظهر، ممكن نعملها بهذا الشكل مثلا بهذا الشكل، ممكن التكبير اوكي، وناخذ مثلا نضع الفيرست نيم، لاحظ ايضا ناخذ هذا المتغير اللي حيذهب لقاعده بيانات، هذا هو فقط اسم. ممكن ناخذ اللاست نيم، جميل، وناخذ اللاست نيم للاسفل. ممكن ايضا ناخذ الايج بهذا الشكل، ممكن ايضا ناخذ الهايت بهذا الشكل، جميل جدا. طيب خلينا نعمل هنا سيف، نصغر هذا. لو جينا على البريفيو، نو بروبليما، حلو، عندنا الان الانفورميشن كامل. لاحظ ايضا ما عندك اي مشكله، يعني احنا كنا بنعاني شوي بالاستوديو في مشاكل كانت، لاحظ بيظهرنا كل المعلومات، هذه الصفحه الاولى، هذه الصفحه الثانيه، جميل، هذا بتظهرنا الصفحه الثانيه طبعا بهذا الشكل. ممكن نرجع للديزاينر، نكبر الديزاينر مره اخرى، يعني مثلا نختار هذا، طبعا ممكن تغيير في خصائصها عن طريق البروبرتيز. خلينا نشوف، لاحظ هنا مثلا رايت كليك، خلونا نشوف اذا في اشياء ممكن، هذا الاينمنت، طيب اول شيء خلينا نشوف التايم 8 دقائق، ممكن نستمر. خلينا نشوف الفوري جراوند، لو نجي نختار الفوري جراوند مثلا نعمل لون ازرق، بلون الازرق، خلونا نشوف بالبريفيو كيف راح يظهر، حلو باللون الازرق. ممكن هذا مثلا نغير اللي في داخله first name بهذا الشكل، first name، خلونا نشوف بالبريفيو اوكي first name، حلو. هذا مثلا last name، جميل، وهذا عدنا مثلا الايج، وهذا عدنا مثلا اول حرف فقط حول الى h capital. خلونا نعمل هنا او اصلا سيف، لاحظ id first name last name age height. وممكن ايضا تغيير مجموعة اشياء فيها، يعني اللون احنا اختارينا باللون الازرق صح، هذا ايضا في عندنا، هذا ايضا ممكن تغييرها للون الازرق،
الأسفل كان هذا أيضا للون الأزرق. جميل، كلهم باللون الأزرق. ممكن في تغيير عندك الفونت، مثلا الفونت تعمله 13 أو 14. خلونا نختار الفونت اللي أنا أفضله دائما اللي هو تيتيليوم، هذا بس هذا اللايت العادي. هذا ايضا، هذا مثلا خلينا نشوف ال 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 طبعا في خصائص كثيره ممكن تغيرها. لاحظ هنا أنا ممكن انا اسرق الاسم، اجي على المرحله الثانيه هنا أنا مثلا اضع الاسم، لاحظ هنا ايضا مثلا اضع الاسم، هذا ايضا الاسم، هنا ايضا الاسم، لاحظ هذا حجمه كان 14، هذا 14 هذا 14 هذا ايضا 14. او ماي جاد، في خطأ في الموضوع. هم اقول ليش يعني 14. تمام، طيب خلونا نشوف بريفيو اخير. لاحظ الحجم صار اكبر بس انا اللون تقريبا اختلف. المهم خلونا نوقف هنا نكمل.